مرحبا واضح، كيفكن؟ صراحة كذبت عن والدي اللي هو كان بنفس المهنة هي بيشتغل بالعطور. حبيت المهنة كثير واشتغلت معه، طورت حالي أكثر، يعني صرت أتعمق فيها أكثر. صرت صمم عطور للناس، للمشاهير. قدمت على موسوعة جينيس بعام 2016. صممت أول عطر يلي كان هو دمشق بلد الياسمين، يلي هو من مكونات بلادي. هذا العطر يلي فيه ريحة الياسمين وريحة العود وريحة المسك. العطر بيتغير بعدة مراحل، يعني العطر بنشمه أول مرة ياسمين، ثاني مرة ريحته فانيل، ثالث مرة يمكن يتغير للعود. أعمل مصنع للعطور بسوريا يصنع المواد الخام، نحن عندنا كثير شغلات فينا نصنع من عطور، وبصراحة اللي أثر أكثر هو موضوع يعني الأزمة اللي صارت بسوريا. اليوم نحن نفوت أي ما يعني أي مادة عطرية على سوريا بهالسهولة هي. عطر يجلب السعادة، هذا العطر مكوناته غريبة كثير، فيها مكونات بتخلي الشخص لما يشمها يحس هيك إنه بالراحة مثلا. اي حدا بتمنى من المغرب العربي يخبرني بالكومنتات انه شو العطر اللي بحبه، المكونات اللي بحبوها.